رغم طب عبلة انا كامل، حبيبتي عبلة كامل وانت جبتها في مسلسل احنا هي مسكين كلنا ما كناش متوقعين انك انت تختارها. اشتغلت معايا اكتر من انا عمل. عارفة، بس انك تحطها في دور ريا، لا ده انا اتحايلت عليها. كانتش ليه عايزة؟ بقى؟ ما كانتش عايزة، ما كانتش عايزة تشتغل، خايفة وقلقانة لانها كانت شايفة الفيلم القديم ايوه وفي افيهات كتير جدا، هي قلقانة من الافيهات دي. قلت لها هنعمل الافيهات اللي انت عايزاها، هنعمل افيهات، هنقول افيهات وكل حاجة، هنعمل كل حاجة. انا اتحايلت عليها وبقيت فعلا، لان انا بحبها جدا وهي ممثلة عظيمة طبعا عظيمة طبعا من هايلة، الرائعات القلائل. فعايزها تعمل الدور ده واشتغلت فعلا الدور ده. شغلتها الدور ده اول مرة في تاريخ عبلة كامل بالظبط، تعمل التركيبة دي. التركيبة كان ليها طقوس في التصوير بتاع ريا وسكينة عشان تخش جوه ريا قوي كده، ونحس ان احنا لبسها بشعرها بشربها يا أستاذة أنا كنت بعمل بروفات دايما، يعني دايما في شغلي كله كنت بعمل بروفات، وكنت بعمل بروفات لمدة شهر يمكن في الورق كله. ما هو ده مكلف على المنتجين، هيجيبوك ازاي؟ انت هم عايزين تعمل، انت تعمل تجيب سلق لهم سريع، ورطتك، سلق يعني عايز سلق سلق. العمل جاهز وتعمل يعني بروفات شهر لما اقعد اعمل، وديكور لا معين لما اقعد وإضاءة اعمل، معينة لما اقعد اعمل بروفات مش لازم شهر. يعني انت انا بتوفر له على كنت فكرة، بعمل بروفات بيوفر عشان اشتغل البروفات دي بسهولة يعني. كل الممثلين اللي بيشتغلوا والفنيين إضاءة تصوير بيقعدوا يتفرجوا يشوفوا ايه الدنيا ايه. كل الشغل اللي بنعمله في البروفة ده مظبوط، ده مظبوط، ما هو ده لا الشغل، نغير كذا، لا الشغل الصح، بس يمكن ما احناش في الزمن الصح. هرجع لك لهدى سلطان تاني في زيزينيا، بيتقال ان فريد شوقي كان هيشتغل دور، كان هيبقى زوجها في زيزينيا، بس هو مراعاة لمشاعر الأستاذة سوير ترك زوجته الجميلة رفض. الكلام ده دقيق؟ حقيقي حقيقي، اللي كنت كان فرحان جدا وقال لي هنشتغل سوا نعمل بقى شغل. انا كنت عملت له سهرة على فكرة، لا هو اشتغل كان معايا حاجة سهرة، حلوة ان هو وهدى سلطان فانه كنت يجتمعوا عايزه تاني فنيا في يعني. السن ده هدى كمان. سلطان كانت مراته بس كانوا متطلقين كان طليقته بس. فانها جاية هتبقى طليقته في المسلسل، يعني العمل كانت هتبقى طليقته وهو فيه، حضر للشخصية فعلا. ويعني كانوا متجوزين وبعدين يتطلقوا. لا هو حضر للشخصية فعلا، اشتغل فعلا معايا وهنعمل وهنشتغل وبتاع بس وبعدين هو فعلا استاذ سوير زعلت فساب المسلسل. زوجته قالت له استاذ لا، سوير ترك ما رضيتش فمرضاش، قال لي مش هشتغل ومش طب ما حاولتش تقنعه؟ جميل ان هو يعني ما حبش ما يزعلها. حاولتش تقنعه؟ خسارة. هو كان صاحبي جدا وكنت بحبه جدا فريد شوقي، يعني مين ما يحبوش؟ من الناس الهايلين وعقلية وكثير الضحك ويقول إفيهات كتير جدا نقعد نضحك وكده. طبعا. هل صلاح السعداني فعلا كان بيغيب عن التصوير ايام ماتش الاهلي وهو اهلاوي متعصب؟ انا دي اتوقعها طبعا من غير ما هو انت ترد، انا متاكده ان لا صلاح السعداني ماتش الاهلي لازم يبقى قاعد بيتفرج صلاح عليه، السعداني يبقى كان بيتفرج عليه في حبيبي الغالي. التصوير. اما كنا بنشتغل كنت بجيب له التلفزيون صغير طيب كده يا استاذ، طيب يبقى هو كان وفي الماتش طيب شغال، هو اهلاوي صرف. طب يا استاذ يبقى كان ما بيتفرج على بيشتغلش وقت الماتش، كان الماتش بيتفرج وهو شغال. وهو شغال ايوه، بس وقت الماتش بس اكيد الصوت بنزله، ما بطلعش صوت عالي يعني، ما من غير صوت، فيقعد يمثل وهو شاف. وعلى فكره صلاح ربنا يا رب يعافيه ويشفيه يا رب، المشهد اللي بيشتغلوا يبص فيه كده يروح رامي الورق. هم بيقولوا كان عنده ذاكرة رهيبة وما يغلطش خالص، ده كان نهائي بيحفظ دوره وأدوار اللي معاه نهائي، ما بيغلطش نهائي، هايل كان حبيبي الغالي. وأما كان بيبقى فيه ماتشات للأهلي في الأعمال اللي بيشتغلها ما بينزلش، بيقول لهم مش نازل معايا، فعلا كان بينزل وبحط له في التلفزيون صغير كده، احط له الماتش يقعد يتفرج على الماتش وهو بيشتغل. طيب هل احمد زكي كان هو اللي هيشتغل دوره في ارابيسك واعتذر عنه؟ والله وعادل امام كمان هو كان مرشح يعني لا ماليش دعوه بعادل امام، لان عادل امام كان في العمل ده لما كان
كتبه في البداية أسامة أنور عكاشة، وكان طلب مني أنا والله يرحمه شكري حبيبي لا إله إلا الله، رحنا له كان بيصور فيلم في ميدان التحرير، الإرهاب والكباب، الإرهاب والكباب، الإرهاب والكباب عادل إمام. فرحنا له وأقنعناه إنه هو عايز المخرج فلان هو اللي يعمل، فاتفق ووافق وخلاص. أو ما كنتش أنت المخرج؟ ما كنتش أنا المخرج. وبعدين هو اختلف مع عادل إمام أسامة، وحصل خلاف بينهم وبينه وبين المخرج برضو بناء على، فجاب لك انت النص وخلاص. ركنوا سنتين. سنتين ركنوا. طب طلعوا ليه؟ طلعوا امتى؟ طلعوا لما شاف السهرة اللي انا عاملها تحت الملاحظة، هو اللي كان كتبها. فشافها قال لي، كنت انا بعمل فوازير بتاعت شريهان، ورحت اصيف بقى وتعيش حياتك بقى، عيش حياتي وكده. كلمني شوقي الله يرحمه، هو شوقي شامخ. ما انا بقول شوقي كان معايا في ما رحنا قابلنا استاذ عادل. ايامها يعني. شوقي كلمني قال لي اسامه عايزك كلمه، هو في اسكندريه. فكلمته وانا في الاوتيل اللي كنت فيه في اسكندريه، الغردقه. الغردقه؟ لا لا، كانت الغردقه، هو في اسكندريه. قال لي تعالى لي. رحت نازل رايح له، راح مديني الورق وقال لي هتعمل المسلسل. وهو كان مرشح احمد زكي ولا حضرتك اللي رشحت؟ لا، هو كان مرشح احمد زكي. ما كنتش انا في ال، ما كنتش انت. هو لما جه بقى الكاست ده هو اللي ظهر بعد ما انت جيت. هو كان اسامه بيقرالنا دايما، كنا اصحاب بنروح نقعد عنده دايما في البيت. فكان بيقرالنا الاعمال، فلما قرالنا ارابيسك هبلني ارابيسك ده من العبقريه بتاعت المعالجه. ودعيت لي ربنا يا رب ان انا اعمله، ان انا اعمله، وعملته. عملته بعديها بسنتين. طب انا هسالك سؤال صريح وده اخر سؤال، انت ما استمتعتش بشغلك مع اثار الحكيم؟ بالعكس. هو لا بالعكس، هي كانت عامله دور مهم جدا على فكره. الناس بتتفرج على الزينيا وفرحانه باثار. انا بكلم انت كمخرج كبير، ما استمتعتش؟ والله هو اللي حصل انه انا كنت جايب ليلى علوي. ايوه. وبعدين ليلى اعتذرت لانها كانت بتعمل مسلسل عامله فيه شخصيتين وواخده فلوس ثلاث اضعاف، كانت بتقول لي كده. فقلت لاسامه بقى نجيب مين يعني؟ فهو اللي اختار اثار الحكيم. فجبتها وقعدنا نتكلم والتفاصيل والحاجات والبتاع، واتفقنا في البروفات يعني. وكان في حاجه هي عاملاها كده لكنه في ال، فقلت لها ده مش حلو. فأسامة قال لي عشان خاطري وافق ما تقلقش. فوافقت وابتدت تشتغل. أثار ممثله هايله اكيد طبعا، ممثله هايله يعني. وليلى، ولكن اللي حصل انه كان بيجيب ولادها معاها في الشغل يعني، تقعدهم في الغرفه وكده، وكانت بتهتم بيهم، وكانوا الناس بيقعدوا يقولوا بلاش الاطفال ومش عارف ايه والحاجات دي، وكان بيحصل خلافات كده بينها وبينهم يعني. لكن انا عمري ما حصل بيني وبينها خلافات، بالعكس. لا بس عمرك ما كررت العمل تاني؟ ما هي رفضت. هي رفضت تكمل. هي رفضت تكمل. طيب حضرتك على اتصال باستاذ صلاح السعداني واستاذ عبلة كامل باعتبارهم غايبين عندنا. عبلة مش عايزه تشتغل، بس انت وحاولت معاها هي، بس كانت حصل لها حادثه وقعت ودراعها وربنا شفاها الحمد لله. الحمد لله. قالت لي مش عايزه اشتغل تاني يا حبيبتي. قالت ان شاء الله لما يبقى في ورق كويس هشتغل. وطنشت لانها مش عايزه تشتغل فعلا. يمكن لو جالها ورق نتيجة كويس، نتيجه انها شايفه. لا هي شايفه انه الاعمال كلها ليام دي مش اكيد، مش لو في ورق جه اقنعها يعني هترجع تشتغل. احنا انبسطنا بالحوار ده. الله يخليك بجد. بالنسبه لصلاح انا بدعي ربنا يتمم
كتير. ربنا يخليه لنا ونفسه حبيبه بالدنيا. غالي 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 وصداقة طبعا. قديمة. وعلى فكرة أنا عايز أقول حاجة، أنه محمود السعدني الله يرحمه كنت أحد التابعين ليه. طبعا كنت بروح له دايما وبعد عنه. هو حضرتك الاستاذ اللي يعني ربنا يديك الصحه من الاساتذه الجمال اللي احنا بنبقى فخورين ان انت موجود وربنا بيديك الصحه وموجود وعايش بينا، لانك حضرت حاجات كتير وعملت لنا حاجات كتير وشكلت حقيقي حقيقي شكلت طريقه تفكير وجدان جيل موجود دلوقتي لازم يشكرك على اللي انت عملته. أشكرك يا أستاذ. فضل من الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. والحمد لله وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نشوفك في عمل قريبا بإذن الله. لازم الطاقة والأفكار والثقافة والوعي والخبرة والسنين لازم يعني يترجموا لأعمال طول الوقت إن شاء الله. إن شاء رب العالمين. أشكرك جدا جدا.